والله المباراة بالنسبة للشوط الأول بقى سيء من الجهتين، والشوط الثاني كان يعني سيء، بس الوحدات تحسن شوي، ومنقول لنادي الوحدات مبروك الثلاث نقاط، وهارد لك لنادينا نادي الرمث الرياضي. وهاي كرة قدم بيها فائز وخسران، الفائز منقول له ألف مليون مبروك، وهاي احنا تعودنا على أخلاقنا أنه مبارك للفريق الثاني. أول شيء مبارك للمنتخبنا الوطني إنجاز الآسيوي، وألف مبروك لهم، وإن شاء الله ينعكس على الكرة الأردنية. بس يعني أولا بالمجمل المباراة لم ترتقي للمستوى المطلوب.